بعيداً عن الدعايات السياسية أو غايات معينة، تواصل مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية مساعدة مئات الآلاف من الأيتام منذ سنوات عبر تخصيص رواتب لهم من أموال المتبرعين وتحت إشراف المرجعية الدينية العليا. عين فتحت قبل 17 عاماً فكانت باب رحمة لليتامى وذوي ضحايا الإرهاب. مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية وبإشراف مباشر من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف تحتفل بذكرى التأسيس بعد إطلاقها في العام 2006 لتقديم المنافع الاجتماعية للشرائح المحتاجة والمتضررة. تحتفل مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية هذا اليوم بالذكرى 17 لتأسيسها، حيث في مثل هذا اليوم انطلقت رسميا مؤسسة العين لتقدم خدماتها لعوائل الأيتام من ضحايا العمليات الإرهابية في العراق، وكذلك لديها مسار ثاني في العمل كلفت به من قبل المرجعية العليا، وهو توثيق ضحايا العمليات الإرهابية وحفظ مظلوميتهم وكشف هذه الحقائق إذا تطلب الأمر ذلك. مؤسسة بلغت إحصائيات المستفيدين منها منذ بداية التأسيس وحتى الآن أكثر من 160 ألف يتيم، استوفى الحاجة منهم أكثر من 40%، فيما تبلغ أعداد المستمرين الحاليين بتلقي رواتب شهرية بحدود 91 ألف، تقدر مرتباتهم بتسعة مليارات دينار تمول من خلال إسهامات المتبرعين. بلغ العدد يعني بشكل تقريبي أكثر من 187 ألف يتيم خلال هاي الفترة اللي مرت من خلال 2005 لغاية لحظتنا هذه. تم اكتفاء الكثير من الأيتام، مرحلة الاكتفاء وصلوا إلى مرحلة الاكتفاء. الآن أكثر من 91 ألف يتيم تعيلهم المؤسسة، عملت المؤسسة على وضعهم في عيونها. ومن بين المشاريع التي تبنتها مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية هي إنشاء المرافق الخدمية كمباني الأنجم الزاهرة الموزعة في عدد من المحافظات لتقديم المعونات الإرشادية والصحية، إضافة إلى نوايا إطلاق مشروع التأمين الصحي للفقراء الذين هم دون سن 15 سنة. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.